نفذت قوات الشرطة صباح اليوم انتشارا أمنيا واسعا بقرية لدراز، حيث تمكنت من إزالة الحواجز المخالفة التي تم وضعها في الشوارع بهدف إعاقة حركة السيارات والمارة وتعطيل مصالح الناس، حيث تم فتح الشوارع وإعادة الوضع إلى طبيعته في إطار العمل على حفظ الأمن العام وحماية السلم الأهلي. كما تمكنت قوات الشرطة من القبض على 286 شخصا من المطلوبين والخطرين أمنيا والمحكومين بقضايا إرهابية، وكان عدد كبير ممن تم القبض عليهم مختبئا في منزل المدعو عيسى قاسم والكائن بذات المنطقة. وأثناء تنفيذ العملية الأمنية تعرضت القوة للهجوم بالقنابل اليدوية والأسياخ الحديدية والأسلحة البيضاء والفؤوس من قبل عناصر إرهابية. وتناشد وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين التقيد بالتعليمات وبالإرشادات التي تستهدف أمنهم وسلامتهم، داعية أولياء الأمور للحرص على سلامة أبنائهم وإبلاغ الجهات الأمنية فورا عن أي معلومات قد تتوفر لديهم بخصوص وجود أسلحة أو مواد خطرة يمكن استخدامها في الأعمال الإرهابية. وشددت وزارة الداخلية على أنه سيتم التصدي بموجب الضوابط القانونية المقررة لأي تجمعات أو دعوات تحريضية في إطار حفظ الأمن وحماية السلم الأهلي وإنفاذ القانون واتخاذ كل ما من شأنه توفير السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين، منوهة إلى ضرورة تكاتف الجهود لإعلاء المصلحة العليا للوطن. هذا وسنوافيكم في وقت لاحق بآخر ما يستجد من تطورات وتفاصيل عن العناصر الإرهابية الخطرة التي تم القبض عليها خلال العملية الأمنية. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ مؤنس المردي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية. أستاذ مؤنس، اليوم رجال الشرطة تمكنوا من القبض على 286 شخصا من المطلوبين والخطرين أمنيا وأيضا محكومين بقضايا إرهابية، في أي سياق تضعون هذه العملية الأمنية الناجحة؟ طبعا مثل ما تفضلتي هي عملية ناجحة وعملية مشروعة عندما قامت وزارة الداخلية بفرض الأمن وإزالة المخالفات المتواجدة هناك في الطرقات الداخلية في المنطقة، وأهم من ذلك هو القبض على الإرهابيين المتواجدين الذي أخذوا هذه المناطق أو أخذوا هذه الطرق الداخلية مأوى لهم. وهذه ضربة نجاح من الداخلية، والله يحفظ رجال الداخلية اللي قاموا مشكورين في هذه العملية النوعية. أنا أشوفها
في القبض على هؤلاء الإرهابيين وإعادة الأمن وإعادة الحياة الطبيعية إلى الشوارع الداخلية في هذه المنطقة الدراز. نعم أستاذ مؤنس المردي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، شكرا جزيلا لك. هذا وقد أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بالجهود الدؤوبة والمميزة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمملكة البحرين لملاحقة المخالفين للقانون وحماية الأمن بالمملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وقال إن العملية الأمنية التي نفذتها الأجهزة الأمنية البحرينية في قرية لدراز وما أسفرت عنه من إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين والهاربين من وجه العدالة أثبتت كفاءتها وجاهزيتها واستعدادها التام لأداء واجبها الوطني في الحفاظ على سلامة وأمن مملكة البحرين ووضع حد لانتهاك القوانين المرعية من قبل عناصر إرهابية لا تريد لمملكة البحرين خيرا وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. وأعرب الدكتور عبد اللطيف الزياني عن اعتزازه وتقديره للجهود الحثيثة التي يبذلها معالي وزير الداخلية الفريق الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة في الإشراف والمتابعة على الخطط الأمنية الرامية إلى كشف الخلايا الإرهابية وملاحقة عناصر الإجرام والإرهاب والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، مؤكدا وقوف دول مجلس التعاون ومساندتها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. وحول هذا الموضوع أيضا معنا عبر الهاتف من الكويت الدكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام. دكتور، البحرين تنجح اليوم بهذه العملية بالقبض على عدد كبير من المطلوبين في قضايا إرهابية وعلى الصعيد الخليجي، كيف من الممكن أن تسهم هذه الجهود الأمنية في حفظ الأمن العام في هذه المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك للقيادة البحرينية وللشعب البحريني. الحقيقة النجاحات الأمنية التي حققتها في استئصال الإرهابيين والقبض عليهم، وفي تقريركم أتى أن دول مجلس التعاون يقف مع البحرين. خليني أقول لك، شعوب مجلس الدول مجلس التعاون كلها والجامعة العربية والمؤتمر اللي صار في السعودية، العالم الإسلامي والعالم الحر والمتمدن يقف مع مملكة البحرين لسبب بسيط. مملكة البحرين مستهدفة وبالتالي الضغوط الإرهابية عليها شديدة، لكن النجاحات لا تسجل فقط لحفظ وحماية أمن البحرين، هذا أمر يعني ما فيه الحقيقة نقاش، لكن هذه النجاحات تنعكس أمنيا أيضا على الحالة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي، بالذات الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية. هذه النجاحات تقلص وتقلم الأظافر الإرهابية المسمومة التي تطعم من الظهر، فبالتالي يعني هذه كلها الحقيقة تعطي كريدت لقوات الأمن وأيضا للي يحاولون يعطون التنمية الاقتصادية ويحاولون يعطون مسيرة التنمية ومسيرة الاستقرار. هذه النجاحات ترسل رسالة أيضا لدول العالم أن البحرين تقاوم وتكافح وتلقي القبض على الإرهاب. نعم، من الكويت الدكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، شكرا جزيلا لك. أيضا معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي مبارك العاتي. سيد مبارك، القبض على مثل هذه العناصر الخطيرة في البحرين ماذا يمثل بالنسبة للجهود المشتركة لدول مجلس التعاون في محاربة العناصر الإرهابية أينما وكيفما وجدت؟ مساء الخير لك ولكافة الأخوة المشاهدين تلفزيون دولة البحرين الشقيقة. الحقيقة أنا أرى أنه يوم من أيام الوطن، يوم من أيام الخليج العربي، يوم مجيد أن تنتصر القوات البحرينية وكعادتها للمواطن البحريني وللأمن البحريني وتنفذ رغبة جلالة الملك في حفظ الأمن والنظام وإزالة كل ما يعيق حركة المواطن وإزالة كل ما يهدد أمن وسلامة المواطن، أمن وسلامة مقدرات البحرين، أمن وسلامة شوارع واقتصاد البحرين، أمن المواطن البحريني الذي الحقيقة أعاقته هذه الفئة أو الشرذمة الضالة التي أرادت أن تختطف الأمن في تلك المنطقة. مؤكد أن هذا حقيقة نجاح عظيم، نجاح كبير لقوات البحرين
الباسلة التي أثبتت بالفعل أنها ذراع قوي في يد جلالة الملك وفي يد الإرادة الوطنية. الحقيقة نحن نجزم بأن الشعب البحرين الأبي جميعه يقف خلف قوات الأمن ويريد فرض الأمن والنظام وإزالة كل ما يعيق حركة الاستقرار والحركة العامة وحركة الاقتصاد، وأن تمشي تندرج حركة الاقتصاد الوطني. الحقيقة أنا أعتقد أن هذه ثمرة من ثمار القمة الإسلامية التي الأمريكية العسكرية التي اختتمت يوم أمس في ضيافة خادم الحرمين الشريفين، وحسن التنسيق وتنفيذ تلك الاتفاقية، كما أنها أيضا ثمرة من ثمرات المناورات الخليج واحد التي اختتمت ونظمت أيضا في البحرين بحضور جلالة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى الملك حمد بن عيسى الخليفة يحفظه الله وأخوانه وأعوانه. ومؤكد الحقيقة أن هذا انتصار عظيم للأمن الوطني البحريني، ويؤكد أن أمن الخليج أمن واحد، رحمة واحدة لا نتفرق. وبالمناسبة تجري هذه العملية الآن في خراز في الوقت الذي تجري قوات الأمن السعودية أيضا عملية مماثلة لتطوير حي مسورة في القطيف، وهي الحقيقة إرادة دولنا بأن نعيش في أمن ووئام وسلام مع جميع المواطنين دون طائفية ودون مذهبية. هدفنا تحقيق الصالح العام للمواطن الخليجي أينما كان. نعم، من الرياض المحلل السياسي مبارك العاتي، شكرا جزيلا لك.